أول أصحاح في سفر الرؤيا، وقلت الأصحاح الثاني والثالث بيتكلم على الكنائس السبعة. والكنائس السبعة دي كنائس كان مسؤول عنها القديس يوحنا الرائي اللاهوتي، واتكلمنا على كل كنيسة على حدة، وقلنا إن الكنائس دي حقب التاريخ اللي فيها الكنائس كانت في الأرض لسه ستيل مستمرة لحد المجيء الثاني. كل كنيسة ليها منظر معين أو شكل معين في العالم. وقلنا الحقب دي إيه، هي عبارة عن إيه؟ وقلنا الكنائس دي كانت نبوة على اللي هيحصل للكنيسة من يوم المسيح اتولد، بداية الكنيسة. طبعا بداية الكنيسة دي من فكر الله منذ الأزل يعني. لكن كمان ربنا وضع علينا الكنيسة ابتداء من بدأها من ولادته، وبدأ العمل فيها من قيادته، وبدأ الفعل روح القدس يثبت فيها ويقويها من يوم الخمسين المقدسة. وقلنا ان ممكن كمان الكنيسه اللي ساكنه فيه جواك، قلنا السبع كنائس دي عباره عن الانسان، انت بتمثل انهم كنيسه فيهم، كل كنيسه ليها شكل، كل كنيسه ليها ظروف معينه. خلصنا الكنائس السبع، وقلنا اخر كنيستين حقبتين داخلين في بعض اللي هي فيلادلفيا ولاوديكيا، قلنا الاثنين دول داخلين في بعض. كنيسه فيلادلفيا كانت كنيسه محبه جدا، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي عتاب، ربنا ما ادركش اي عتاب. كنيسه لاوديكيا كلها مشاكل، ما فيهاش ولا ميزان، لأنه كان إنسانا فاترا، كنيسة فاترة. ففي نهاية الأيام هتبص تلاقي الكنيسة عبارة عن حاجتين مع بعض، ناس قديسين قوي وعباد المسيح قوي، وناس بعاد كل البعد عن المسيح. بعد كده بعد ما شاف الأربع كنايس، آسف السبع كنايس بالأساقف مفتوحة، وقال لهم إيه مشاكلهم وإيه مميزاتهم وشجعهم، بعد كده نخش في الإصحاح الرابع. يقول في الإصحاح الرابع: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته قبوك يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. بعد هذا، بعد السبع كنائس، إيه اللي المفروض يكون؟ يعني هتشوف إيه في المجيء التاني؟ بعد المجيء التاني بعد ما يطلع السماء هتشوف إيه؟ هنشوف اللي هنشوفه يوحنا ده. لما تيجي تشوف الآية دي تلاقي إن الباب المفتوح في السماء ورد في الكتاب المقدس أو مر عبر الكتاب المقدس مرتين. فكين أول مرة كان فيه باب السماء مفتوح يعقوب، يعقوب مع يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. كان يعقوب بعد مسألة البكورية من خلال أمه ديته يعني مشهورة بالصح، فراح سرق البكورية بطريقة إحنا عارفينها، فراحت وقالت له: اجري اهرب، لأن عيسو مزمع عن إيه أن يقتلك. فجي وهرب، كان خايف جدا، ويعقوب في الفترة دي كان حالته صعبة جدا، هربان من أخوه، هربان من الدنيا، وربنا وراه أيام صعبة جدا بعد لسبب إن هو ما انتظرش البكورية اللي بتجيله من إيد ربنا. فنام، نام على حجر، تعب أو نام على حجر، وهو نايم شاف إيه؟ سلم واصل من السماء للأرض أو من الأرض للسماء، الملائكة صاعدين إيه؟ ونازلين عليه. نفس فتح باب السماء دي هي بتاعت يوحنا. الفرق بس في كام حاجه صغيرين قوي، اقول لكم ليه وهيبان ايه التفسير ليه. الفرق ان يعقوب شاف سلم، اما يوحنا ما كانش فيه سلم. يعقوب شاف سلم، يوحنا ما كانش فيه سلم لما راى الرؤيه دي. بالنسبه ليعقوب رغم ان فيه سلم ما قدرش يطلع، يعني فيه سلم ما قدرش، لكن يوحنا ما فيش سلم لكن موجود اوريدي في السماء. خلاكم معانا في الكلام. يعقوب لما قام قال: ما هذا الا هو، كل الفهم يعقوب قال ايه؟ ما هذا الا باب السماء، وما هذا الا بيت الله. فمسك الزيت وراح ايه دلقه على الحجر وقال ايه؟ لو ربنا انقذني ايه هبني بيت هنا، بيت ايه؟ بيت ايه؟ يعني لو رجعت بسلام هبني بيت. لكن يوحنا سمع الصوت يقول له ايه؟ اصعد الى هنا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني شوف هنا قالوا ايه؟ يقول له: وبعد هذا نظرت إذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته قبوك يتكلم معك اصعد إلى هنا. اصعد، مفيش مشكلة، اصعد. طب الله يعقوب ما قدرش يصعد، يوحنا صعد. ما قدرش يطلع لأن الخلاص ما كانش لسه جه. يعقوب لما شاف الرؤية دي ما كانش لسه الخلاص جه، ولا يشوفها في رؤية إن يقدر يطلع السماء. ما قدرش يخش، ما قدرش يطلع، لأن لسه الخلاص ما إيه؟ ما جاش. عشان كده في القداس بنقول إيه؟ بس الغرور وصلاح السبعين مع ايه؟ مع الارضيين، وجعلت الاسم ايه؟ واحدا. هنا حصل الصلح،
بعد القيامة، آسف، بعد الصليب، يوم الصليب لما المسيح قال وقد أكمل، يقول لك وانشق حجابي ليك إلى نصفين، من إيه لإيه؟ من أعلى لإيه؟ لأسفل. يعني بإيه؟ مسك السماء، الله العدل، خلاص في واحد اجتاز الإيه؟ اجتاز العقوبة، فقال وانشق الهيكل. من هنا بدأ الإنسان يقدر يشوف ملائكة، صعب لازم. من هنا ممكن آباء يشوفوا السماء حتى هم على الأرض، مفيش مشكلة ليه؟ لأن حصل إيه؟ الصلح. علشان كده حتى المسيح مع نيقوديموس، السلم ده طبعا ها السلم هنا يمثل مين؟ المسيح. لان الملائكه طبعا نازلين، ده اللي حصل في يوم الميلاد المجرف العالي، ده اللي حصل بعد الصلب. الانسان ممكن النهارده الانسان اللي بيتنيح بيطلع الفردوس وفي اخر مره السماء، تشوف السماء ليه؟ لان خلاص بقى في تصالح، العدل الالهي خلاص، فبقى في تصالح. مين اللي عمل التصالح ده؟ ابن الله المسيح. فالسلم ده هو ايه؟ هو رمز المسيح اللي هيوصلنا لايه؟ للسماء. عشان كده احنا كده بنخش، ما قدرش يخش. علشان كده المسيح مع نيقوديموس بعد ما فهمه الولاده الجديده، الولاده من الماء، فيقول له ايه؟ قال له من الان ترون ابن الانسان وملائكه الله نازله ها وصاعدون. من الآن ترون ابن الإنسان وملائكة الله نازلة وصاعدون لي ابن الإنسان، وصاعدون على ابن الإنسان. يعني إيه؟ يعني من الآن، من الآن من بعد بقى الصلب، هتشوفوا إيه؟ ملائكة نازلة وطالعة على ابن الإنسان، اللي هو إيه؟ السلم اللي شافه يعقوب، فابن الإنسان هنا هو السلم. يقول له والصوت الأول الذي سمعته قابوك يتكلم معي قائلا، ايه الصوت الاول؟ بعد كده بعد الضيقه، بعد هذا، بعد الضيقه، بعد السبع كنائس اللي اتكلمنا عليها، تعال اقول لك ايه اللي هيحصل بقى بعد الضيقه. طبعا هنا الكنيسه اللي سمعت قبوك، والصوت الاول زي ما سمعت قبوك يتكلم معك، قالوا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. بعد الميعاد اللي هيصير ايه في الكنائس؟ هيحصل ايه للكنائس في يوم القيامه؟ هنا الكنائس تعني كنيسة أو تعني إنسان إحنا. فإيه اللي هيحصل لنا بعد السبع مراحل دي؟ كل واحد فينا في مرحلة معينة، كل واحد فينا يعني مرحلة معينة، إيه اللي هيحصل له؟ هيحصل إيه للمؤمنين؟ سمعت كبوك، بوك هنا يعني إيه؟ بوك هنا يعني بوك يعني صوت عالي، صوت عالي، صوت منبه. ها؟ هنا في أحد الآباء تقول في إيه؟ لك إحنا كبني آدمين في بوك بيبوق في اذننا. البوق ده ضرب بوق ايه؟ ايه اكتر بوق بيبوق في اذنك؟ هل بوق الكنيسه؟ انك تتوب؟ هل بوق العالم؟ لا، ويعني انت غصب عنك، وايه المشكله؟ بوق ولادك؟ اعمل ايه؟ طب وازاي؟ وهيربوا ازاي؟ هل بوق الشهوات؟ في كل واحد فينا بوق، ايه الصوت العالي اللي بتسمعه؟ ايه الصوت العالي اللي عمال يرن في اذنك؟ هنا يقول له الصوت العالي اللي انت يرن في اذنك هو الصوت الاول اللي سمعته قابوك يتكلم معك، اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. فعلى حسب البوك اللي انت تسمعه ما لابد ان يصير بعد هذا. وانت عايش في الحقب التاريخيه دي، او انت عايش مع نفسك، ايه سلبياتك وايه ايجابياتك؟ ايه البوك اللي تسمعه؟ بوك العالم اللي مسيطر عليك، ولا بوك الروح القدس؟ ها؟ بوك في واحد يبقى عايش في العالم مش في العالم. العالم ما بيأثرش فيه ولا بيفرق معاه حاجه، وهيبان بعد كده من الكلام اللي بعد كده. ولا الوقت، صوت ولا الوقت صوت في الروح، واذا عرش موضوع في السماء وعلى عرش جالس. ولا الوقت في نفس الوقت ده وانا بالجسد، يعني كان بالجسد. ولا الوقت صوت في الروح، صرت اسف تخطيط برجع من المشكله. والوقت صرت، اسف والوقت صرت في الروح. صرت في الروح يعني ايه؟ يعني هو في الجسد لكن حس وكانه ايه؟ مش في الجسد. ما حدش يقدر يشوف ده الا وهو فين؟ في الروح. ما يقدرش الجسد يشوف ده. يعني ايه في الروح؟ يعني ايه في الروح؟ يعني
الجاذبية يعني العالم ملهاش سلطان عليه. طبعا دي مرحلة عالية جدا القديس يوحنا الرائي شافها، القديس بولس شاف هذا الكلام برضه بس ما كتبش، لكن في النهاية دي مش أي حد يشوف ده. ده شاف المرحلة دي هو منفي وهو في ضيقات عظيمة، كما لو كان واحد في خيمة ومقفولة عليه وبدأ يشوف ده. ما الإنسان كده كل ما يتقفل عليه الدنيا وكل ما يبقى في ضيقة كل ما يشوف عظمة الله هو الإنسان الروحاني. فبدأ يشوف هو بالجسد ولكن مش في الجسد، لكن هو زي ما يكون ايه في الروح. فيقول ايه وللوقت صرت في الروح. في الوقت اول ما النور ده بدأ بحس انه خفيف ومش حاسس بنفسه، ما قدرش احل سميات بالارضيات. رأي هنتكلم على حياتنا احنا، على انفسنا احنا. يعني ايه؟ يعني يجي واحد يقول مثلا انا ما اقدرش يا ابونا اصدق كلمه ربنا، كلمه ربنا صعب عليا. اقول له ايه لسه عايش بالماديات، لسه عايش بالماديات مش عايش بالروحيات. كل ما تعيش بالروحيات كل ما تثق في ربنا تثق فيه. يجي واحد يقول يا ابونا حضرت اي حاجه بتخوفني في العالم، اي حاجه صغيره بتخوفني، ده لو واد ابني بدا يسوق ونزعل في روحي اقول له ازاي وازاي تروح وازاي تيجي وخايف واقعد مستنيه وعمال افكر ويحصل له ايه. طب ده واحد عمال يفكر في الارضيات متخاف من ايه؟ متخافش حاجه، ربنا ما بيسمحش بحاجه الا لو على 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 مقدرتك. الكلام ده هنا كتبه يوحنا بالرموز، لما بدا يشوف الحاجات دي ما عرفش كده. عشان كده سفر الرؤيا الرمزي هو شاف حاجات ما تقدرش توصف، يوصفها بايه؟ فبدا يوصفها على قد ما نقدر نفهمها من حاجات في العالم، لكن هي صعبه. لانها كلها كلام ايه؟ كلها كلام سامعه وهو شفنا زيه. لغه ما نعرفش عنها حاجه، لغه سامعيه. يقول واذا عرش موضوع في السماء، يبقى دي اول حاجه شافها. اول حاجه يصطدم بها يوحنا العرش. وخلي بالك عرش غير كرسي، ساعات بنستخدمها في الكنيسه بمعنى واحد، لكن هي مختلفه اختلاف صغير. يعني الاثنين يمكن بمعنى واحد، لكن العرش بمعنى المكانه الحيه. العرش بمعنى المكانه الحيه، لكن الكرسي موضوع لفتره محدوده، فالعرش افضل، عرش الله. العرش اللي مسيطر على جميع العروش، خلي بالك ان عرش الله عرش سماوي. مسيطر على ايه؟ على جميع العروش. مين عرشه؟ حاشا اعظم من الله. يقول لك يا ابونا البلد الفلانيه الملك الفلاني الرئيس الفلاني خايفين منه. انسان ماشي في العرش يقول لك طب فين ربنا؟ ربنا الهك ده عرشه في السماء ثابت مسيطر. مين يقدر يحط كرسيه على حاشا على كرسي الله او عرش الله؟ الشيطان بس لما فكر، الملاك لما فكر اسقطه الله. ما يقدرش ربنا تفكر بس. عرش سماوي دي تعزينا. عرش سماوي يعني ايه؟ يعني عروش الارض كلها ولا حاجه جنب عرش السماوي. عرش سماوي يعني عرش مسيطر على كل العروش. عرش سماوي يعني ايه؟ عرش سماوي يعني ما بيتحركش. يعني اللي فيه هو امس واليوم والى الابد. عشان كده ما تخافش من حد. ما تخافش، عشان كده ابقى الشهداء. استشهدوا ما تخافوش من حد، ما تخافوش من الاباطره. يعني لا نراه، ويقول بس دول ماتوا، ما ماتوش. دول حيوا، ما ماتوش، استشهدوا. يعني كل يجي عيل صغير زي أبانوب والقديس يوحنا الصغير ولا القديس ونس، يجي قدام الأباطرة ويقول له المسيحي ده ايه القمة دي؟ ولحد النهارده ده لحد النهارده بيقدم شهداء أطفال ونساء ويقدموا أولادهم. فكل دي جايه منين؟ لاني انا ما اخافش من حاجه. ركز داعش جايه هتعمل او تخاف من ايه؟ فين عرش الله؟ عرش الله اخطر. فدي تدينا ايه؟ تدينا قوه. يقول لك حتى شعور الاصبع لا محصاه، حتى شعور الاصبع. الواحد هو بيسرح شعره كده بالمشط، شوف كم شعره بتنزل، ما بتنزلش بسرعه من عند ربنا. يعني اهيب حاجه كل شعره بتنزل بسرعه من عند ربنا. ما تخافش يا اللي هيقراها ده بسرعه من عند ربنا. ها؟ كل شعره محصاه. ايه اللي يخوفك؟ ده عرش، عرش سماوي. يبقى ليه مؤمن مضطرب؟ وليه تخاف؟ ولا اي حاجه تقدر تهزك. يقول لك واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. اشوف جالس. كلمه جالس يعني ايه؟ يعني مستقر، مستريح، يعني غير متزعزع. يعني اللي قاعد على العرش ده ايه؟ مش متغير. العروش الثانيه اللي على الارض وعرش واحد في السماء. العروش الثانيه على الارض
متزعزع. هات لي كده حد فضل قاعد ها مهما كان قوي وجبروت قاعد قد ايه؟ يقعد قد ايه؟ ويقعد او يمشي ده ساعه من عند ربنا، ده هو اللي بيحرك رؤساء الدول. فاكرين ان احنا اللي بنجيب حد ومش حد الا رؤساء الدول. ربنا اللي بيسمح بده موجود ده مش موجود. شوف الفتره اللي فاتت على مصر عدت ازاي؟ شوف عدت ازاي؟ ربنا اللي سمح بكده. الناس خافت وهيعملوا ايه؟ وهيعملوا فينا ايه؟ يا ابني ده بسرعه من عند ربنا. ما تتهزش. عرش الله اقوى. عرش الله السماء تاخد قوه. يقول لك وعلى العرش جالس جالس قاعد ملك انا هو هو نفس اليوم للابد. الايه الثالثه يقول وكان الجالس في المنظر شبه حجر الياشب والعتيق وقوس قزح حول العرش في منظر شبه الزمرد. بدا يشوفها ايه؟ الله شكله ايه؟ منظر غريب. طبعا ده اللي يوصفونا يوحنا الرابع. اول صفه في اللي جالس على العرش ده منظره شبه ايه؟ حجر الياشب والعقيق. يبقى دي اول صفه. ثاني صفه قوس قزح حول العرش. ثالث صفه شبه الزمرد. تعال كده نحكي واحده واحده نفسر يعني ايه حجر الياشب. اول ما اقول لكم يعني ايه هتفهموا هو قصده ايه. حجر الياشب ده نوع من الاحجار الكريمه البلوريه كريستاليه صافيه جدا صفائها يعني ايه يعني ما فيهاش اي شائبه. عشان كده لما تشوف حجر الياشب ده باغلى انواع الكريستال اي ضوء فيه يدي كل الايه؟ كل الالوان. كريستاله كده بلوريه بيضة بيضة رقائها غير عادي. ايه هو العقيق؟ ما بيقولش شبه الحجر الياشب العقيق، العقيق اللي هو ايه؟ احمر. نفس الكريستال بس لونها احمر. فهنا اعطاه شاف صفتين. نفس الصفتين دول بتوع عروس النشيد، لما تقول ايه حبيبي ايه؟ ابيض وايه؟ واحمر. ايه الفكرة؟ انتوا فهمتوا؟ ابيض رمز الايه؟ النقاء الله. نقاء. نقاء كامل. واحمر رمز الايه؟ الفداء. صليب الفداء. فهنا الياشب حجر النقاء لا يستطيع احد ان يدخل اليه. مين يقدر يخش على حجر الياشب؟ مين يقدر يخش على مقاومة الله؟ ولا انا ولا انت ولا يوحنا ولا حد، حتى يوحنا الرابع. ازاي يخش؟ غير مسموح ان حد يخش، لان انا غير حتى بالروح ما اقدرش اخش، حتى في نهاية الايام ما تخش. ها؟ ده شوف يقول ايوب كده على السماء ايه؟ ان السماء امام الله ليست ايه؟ طاهره. السماء قدام الله ليست طاهره. ويقول والى ملائكته ينسب ايه؟ حماقه، يعني حتى الملائكه قدام الله. مين يقدر مين يقدر يوصل لله؟ مين يقدر يخش؟ عشان كده هنا اداله صفتين. علشان كده بعد الصلب نقدر نخش. علشان كده في الاول خالص ها قال ايه؟ قال ان البائس السماء شافها بدون ايه؟ بدون سن، باب مفتوح على طول. لان ايه اللي وصلنا للنقاوه؟ ها؟ العقيق الاحمر. الاحمر الدم هو اللي هيوصلنا لايه؟ لحاله النقاوه. من غير العقيق لو حجر ياشب بس ما ينفعش. ما ينفعش حبيبي، ما ينفعش تخش. علشان كده عقيق ياش من الاول ها مقاومه الله، وعقيق جت فين؟ في الصلب. علشان كده نطلع عن طريق الايه؟ الفداء. يقول ونغسل ثيابنا ونطهره في ايه؟ في دم ايه؟ الخروف. اللي مش هيغسل ثيابه في دم الخروف ما تبقاش بيضاء، ما تبقاش نقيه، ما يقدرش يخش. وهيقولها بعد كده بعد اصحاب بعد كده. بعد كده يقول ايه؟ قوس قزح. خلي بالك اول صفه جهاز وعقيق، ثاني صفه قوس قزح. ايه قوس قزح؟ قوس قزح يعني عارفين اللي هو بعد ايه؟ الطوفان. بعد نوح. فربنا لما نوح قدم ذبيحه مجازا بنقول ندم على اللي عمله. فاب بمعنى ما قدم نوح الذبيحه قال له انا في عهد ما بيني وبينك ان انا مش هعمل ده تاني للعالم، مش هلك العالم بالطريقه دي. فانا هعمل لك كل ما هنزل مطر هعمل ايه؟ قوس قزح. علشان ده نفتكر بيه العهد بتاع ربنا مع ايه؟ مع نوح. وده كان اول عهد، اول عهد عمله الله مع ايه؟ مع الانسان. واحنا بنكتب فيلا في الصحراء احنا بتبان اول قوس قزح ده. يعني بعد ما تلاقي قوس قزح ده باين طالع منين ونازل على الفيلا. كل الالوان جميل جدا شكله جميل، انا بحب ما تبطلش قوس قزح ده. فهنا عايز يقول ايه؟
عايز يقول لا اعود اعمل الطوفان ده مره اخرى، ووضع نصاب بينه وبين الانسان. قوس قزح ده يجي بعد ايه؟ بعد الغيم، بعد المطر. قوس قزح ده حول العرش. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان شبه الزمرد على الاحجار الكريمه، اسف، شبه الياشم على الاحجار الكريمه البيضاء كريستاليه بلوريه مخاوط الله. وهنا عندنا عقيق احمر فداء. الاثنين مع بعض، او العقيق المقاوه مع العقيق الدم، ادونا ايه؟ العهد اللي ربنا مش ممكن ابدا يهلكنا تاني كل ما يؤمن به، ما تكون حي ابديا. وبعدين يقول ايه؟ وشبه الزمرد. شبه الزمرد ده حجر الاحجار الكريمه لونه ايضا اخضر، يبقى العقيق احمر. اول واحد الياشب ابيض، العقيق احمر عشان هيديك كتير. وبعدين ايه؟ الزمرد اخضر. اخضر ده رمز الايه؟ للحياه. اللون الاخضر رمز للحياه. عايز يقول له ايه؟ عايز يقول ان مساق الله للحياه، الفداء للحياه. الفداء ادانا عهد، زرقت العهد ده كان رمز، مصر كان رمز الصليب. فادانا عهد بالرمز قوس قزح علشان ايه؟ ما يهلكش الانسان مره ثانيه. مين اللي يؤمن بالايه؟ بالفداء بالصليب، اللي يطهر نفسه في دم ايه؟ دم الخروف. اول ما نقرب من العرش نلاقي لقاء الله، فداء الله، عهد الله. اول ما نقرب من العرش نلاقي ايه؟ نقاء الله. بس نقاء الله لوحده هيمنعنا من الدخول، لان يعني مفيش واحد يقدر يخش، ولا يحب ولا حد خالص، كل عظمة الله. لكن هنا اللي دخلنا ايه؟ العقيق فداء الله من خلال ايه؟ قوس قزح اللي هو عهد ايه؟ عهد الله. وده اللي يخلي يوحنا يقدر يدخل من غير كده، مش ممكن ابدا ايه؟ قرب ندخل من غير فداء، من غير عهد الله اللي اعطانا لنا. ها؟ علشان كده في قطع من قطع الساعه 6 يقول ايه؟ قطع الستة يقول ايه؟ لا تنسى عهدك ولا تنسى عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبه واسحاق عوض الروح القدس. العهد الله، يقول له يا رب ما تنساش عهودك. عهودك ايه؟ عهودك قوس قزح الفداء، انك انت يا رب قلت لنا هديكم هملككم ملكوت السماوات، هملككم ارض الحياه. ودي كانت تملي الطيبه بيقولها انبياء الله في العهد القديم، يا رب ما تنساش من اجل ابراهيم حبيبه واسحاق عوض الروح القدس. هو ده الايه؟ المبدا. كل اللي عايزين نقوله في الكلام ده، مبدأ الثقة في الفداء المقدم يدخلنا للنقاء المتكامل، يدخلنا لعرش الله. أقولها تاني، دي خلاصة الكلام دول. مبدأ الثقة، مبدأ الثقة أنا صار وأنا واثق في عهد الله، واثق في قوس قزح، أفهمها أكتر. في الفداء المقدم في شبه العقيق يدخلنا للنقاء الكامل. ها؟ حجر الياشم. حجر الياشم. يعني الأخير الأول. فيعطينا الحياة. مش الحياه بقى الارضيه اللي هي فيها موت، في الحياه ايه؟ السمائيه الذي ايه؟ ليس لها نهايه، حياه. فكره يعني سفر الرؤيا ده من الاسفار الجميله اللي تدينا قوه في المسيح، ثبتنا فيه. اذا انا اقدر بقى بالروح اتقدم للعرش، انت بتصلي، بتصلي ازاي؟ تقول يا ابانا الذي في السماوات. شوف بقى ازاي انت تتقدم بثقه لهذا العرش، يا ابانا الذي في السماوات. هات كده حد يقدر يقول يا ابانا دي؟ ده الملائكه ما يقدروش يقولوا يا ابانا. يعني الملائكة في السماء ما يقدروش يقولوا يا أبانا. مين اللي أعطاه روح البنوة؟ اللي أعطاهم الفداء، اللي أمنوا بالفداء والصليب، دول اللي يقول بس يا أبانا. ها؟ يقول كده القديس بولس يقول إيه؟ لأنه من الملائكة قال أنت ابن وأنا اليوم ولدك. لأنه من الملائكة؟ من الملائكة؟ مين يقدر يقول أنت ابن وأنا اليوم ولدك؟ ما حدش يقدر يقول ده. لكن إحنا نقول ربنا ولدنا ولادة جديدة، فإحنا بقينا إيه؟ بقينا أولاد الله من خلال المسيح الآخر. احنا خلقنا، يعني شوف احنا خلقنا اقل من الملائكه، ولكن اعطانا مجد اكثر من الملائكه. لما تقول يا بابا بس، لما تقول ربنا يا بابا، دي بس في حد ذاتها مجد. يعني كل ما تقول ابانا لازم يا ابانا تفتكر المجد اللي بيقول لك ربنا، ما حدش يقدر يقول كده. علشان كده الدين الوحيد اللي يقدر يقول فيه يا ابانا المسيحيين او الفاضل. في بعض الاديان ما يقدرش يقول ابانا، ولو قال كده يبقى كفر. بكفر ليه؟ كفر ليه؟ الساعات دي مصنوعة الشيطان، ما تحملش ليه؟ لأن يعني أكثر حاجة تعبت الشيطان في المسيحيين حاجتين، إن المسيح ابن الله ويقدم فداء الصليب، لأن الفداء خلاص أنقذ الإنسان. فدي تعبته. فجاب دين يقول إيه؟ أي حد يقول كده ده كفر، عشان يرجعونا العبودية تاني، الإنسان يبقى عبد. لا، إحنا مش عبد، إحنا مش عبيد. إحنا إيه؟ بنين. إحنا بنين. ليه بنين؟
لبنوا يا ابانا سواء ده قلوبهم من خلال ايه؟ سر المعموديه. عبوديه في 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 عباده، في ورشب، في 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 سجود، لكن في الاخر ايه؟ انا ابن الله. ايه بقى؟ يقول حول العرش، ماشيين معايا فاهمين؟ وحول العرش في المنطقه شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. طب بعد كده شايف ايه؟ حوالين العرش ده خلي بالكم المنظر. عرش خلي بالكم نفس الشكل ده اللي بيعمله في الهيكل في كنيستنا. نفس الشكل ده تقريبا على قد ما نقدر بنعمله جوه الهيكل. عرش الله ها؟ وحول العرش ايه؟ هنحط صوره للمنطقه فيها ايه؟ 24 ايه؟ جلوس. هيقولها بعد كده. بيقول ايه؟ وحول العرش 24 عرشا. حول العرش ده في 24 عرش. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربين بثياب بيض وعرسهم أكاليم من ذهب. ايه هم ال 24؟ الكنيستين. كنيستين المسيح، كنيسه الله. كنيسه العهد القديم وكنيسه العهد ايه؟ الجديد. كنيسه الامم وكنيسه ايه؟ اليهود. كنيسه اليهود تتكون من 12 ست اللي هم اولاد يعقوب، وكنيسه الامم اللي هم تتكون من ايه؟ من 12 تلميذ. طبعا 12 24. طبعا هو الشيوخ هنا مش مظبوط، هي باليوناني كهنه، هي بروسبيتيروس، بس طبعا الاخوه البروتستانت غيروها خلوها شيوخ. ليه خلوها شيوخ؟ لانهم عايزين يرفضوا سر الكهنوت. هو في اليوناني بروسبيتيروس. هم قاعدين في العرش بيعملوا ايه؟ لان شغله الكاهن ايه؟ انه يتشفع لشعبه. فشغل الدول قاعدين يعملوا ايه؟ يتشفعوا للشعب. كنيسة كنيستين، كنيسة على قديم وكنيسة على جديد، وكنيسة واحدة يتشفعوا في ايه؟ في كل الشعب. طبعا زي ما قلت لك كنيستين المسيح هيجمعهم متسربلين بالثياب البيض اللي هما ايه؟ يلبسوا الرب يسوع. اليهود لبسوا الرب يسوع دخلوا، ولهم دخلوا ايه؟ الرب يسوع. وعلى رسوم اكاليل ذهب. تمالي الذهب او الاكاليل، اكاليل رمز للنصرة. اكاليل رمز للنصرة، مصر. ذهب اعظم حاجة، اعظم نصرة، اغلى نصرة. دهان المسيح على كل ايه؟ على كل مادة. ومن العرش انا عايز احفظكم المنظر ده، ها؟ في الاول شاف ايه؟ عرش كبير جالس عليه، وبعدين بعد كده شاف ايه؟ ياش وعقيق، وبعدين ايه؟ قوس قزح وزمرد، وبعدين شاف العرش ده حواليه 24 ايه؟ عرش. حول العروش او حول العرش 24 شيخا. قلنا هما ايه؟ جالسين وسربين بثياب بيض. قلنا ايه هو؟ عرسهم اكيد من ذهب، ومن العروش يخرج بروق ووعود ورعود اسف واصوات، وامام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة ارواح الله. ايه هما سلاسل امور دول؟ قال لك في شفت او سمعت، في حاجات تشاف حاجات السمع، بروق ورعود واصوات. البروق دي ايه؟ البروق دي تلمحها العين. انا عايز اشوف اوريكم المنظر ده زي ما بشوفوا الايه؟ البروق في السماء. اسمهم ايه؟ اسمه ايه؟ لا بالعربي حتى. البلو والرعد. البلو والرعد. هو نفس الشكل. بيحصل ايه في البلو والرعد؟ بتشوف بلو ورعد وبتسمع اصوات. هو نفس بالظبط اللي شافه تقريبا يعني. ايه ده يفسر لنا كده؟ بروق بتلمحه العين. وانت ماشي بالعربيه لسه بروق. شوف ايه؟ بروق كده. حاجه زي ما يكون اثنين ايه؟ لايت كده، لايت حاجه بتنور زي النوم اليوم. رعد بتهز له الكيان، صوت قوي تخاف. اصوات تسمع للاذن. طب ايه هما الفكره؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان البروق انذار. هفهمكم المعنى بقى لكم يعني ايه التامل بتاعها. البروق انذار، تنور، حاجه بتنور لك، بس خلي بالك انا في حاجه. ها؟ الرعد عباره عن ايه؟ وعيد. وعد. حد بيخبطك على دماغك بقى اصحى بقى. الاصوات عباره عن ايه؟ عن نفير. طب هنا؟ هنا في طبعا زي في الرؤيا ممكن يكون اخو طبريستو المهندس كان فسر الكلام ده في الموسم لحد ايه؟ الموسم الرابع. هتلاقي كل واحد يعني لو انت النهارده سمعتني والاسبوع الجاي حضرت من هتلاقي تأملات ثانيه جديده. فاحنا بنفسر بقدر الامكان التأملات دي كل واحد له تأملاته. فتلاقي حاجات كتيرة يعني ما يعني ممكن تقرا ناس كتير تلاقي كل واحد بيفسر لكن في الاخر كل معنى واحد. عايز يقول ايه؟ ربنا هيخرج على كل حاجه، الاول يعلمنا وينظرنا.
الاول ربنا هيعلمنا واحنا على الارض، يعلمنا انه الظلم. تاني حاجه هيبرر، يعني ايه؟ يعني البرق هنا بمعنى برقيه، كلمه برق جايه من كلمه برقيه. برقيه يعني ايه؟ عارفين لما واحد يبعت برقيه، واحد حاجه سريعه تلغراف برقيه، الحق تعالى مش عارف ايه، فبرقيه يعني هنا انذار، يعني عايز يقول له ايه؟ خلي بالك، اصحى لنفسك. البرقيه دي معنى ايه؟ الكتاب المقدس برقيه، كلام الوعظ برقيه. فهنا بروك يعني ايه؟ يعني اصحى لنفسك، انت نايم في الخط، خلي بالك. انت عشان تبقى موجود هنا، عشان تبقى موجود في الجمال ده، لازم تصحصح لروحك. ده من خلال ايه؟ من خلال الصلاه. ممكن يقول لك ده الهيكل بيتكلم على السماء والجالس على العرش. ما هو الهيكل برضه بيدينا انذار، اصحى يا بولس كفو، ها خلي بالك، اسمع الكلمه. فهنا ايه؟ انذار بركه. رعود احد الاباء فسرها بالتجارب. واحد برضه البروق ما مشيتش معاه، فربنا عمل معاه ايه؟ راح مديله تجربه. رعده، مش جاي من كلمه ايه؟ رعد، رعده، ها؟ اداله كده حاجه كده على دماغه عشان ايه؟ يصحصحه. وبعد كده ايه؟ الصوت، ها انا اتي سريعا، انا جاي، خلي بالك الايام قليله. النهارده في خلاص، الساعه 9 خلاص، مستني ايه؟ فهنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان خلي بالك ربنا بيبعت لك انذارات من خلال حاجات كتيره. بيبعت لك رعد من خلال حاجات كتيره، بيبعت لك اصوات. انت فين؟ انت نايم ليه؟ وامام العرش، خلي بالك كل ده عشان ايه؟ ورينا ازاي نخش العرش ده. وامام العرش سبعه مصابيح نار منتظره هي سبعه ارواح الله. انتوا متخيلين المنظر؟ امام العرش سبعه مصابيح منتظره. طب هو هي روح الله، هي سبعه ارواح الله. طب هو الله روح واحد ولا سبعه ارواح؟ الله ايه؟ روح واحد. امال ايه سبعه ارواح هنا؟ خلي بالك، قال سبعه مصابيح منتظره. سبع مصابيح هنا يعني فيهم ايه؟ زيت. المصابيح دي تتقد بايه؟ بالزيت. سبع مصابيح من الزيت. طب هنا الزيت اللي هو زيت ايه؟ الروح القدس. هو بيتكلم على هنا ايه؟ على سبعه ايه؟ اسرار. لان كل اسرار فيهم الروح القدس وقوه الروح القدس تعمل في الاسرار. فعايز يقول ايه؟ ان سبعه اضاءات الروح القدس، سبعه اسرار الكنيسه بينا، ها؟ مع الروح القدس فيهم. الروح القدس ساكن في الكنيسه، ساكن في اسراره، يعمل فيكم حتى ينبهكم ويرشدكم ويرعدكم ويسمعكم صوته، فلا تقصوا ايه؟ قلوبكم. المعموديه، سر المعموديه الولاده، بعد شفنا ابن اقرب بيتعمل، ها؟ حاجه جميله. مسيح طالع من السماء، مسيح قائم بين الاموات. عشان كده الكنيسه، انا زمان افهمكم الحته دي قوي حلوه قوي، ان لازم نزفه ثلاث مرات. مين اللي بنزفه في الكنيسه؟ الزفه دي جايه منين؟ من القيامه. بنزف المسيح بعد ما قام من الاموات ثلاث مرات في الكنيسه. فلما بنزفه معنى كده ان هو كان ميتا فايه؟ فعاش. مات مع المسيح في جون المعموديه وقام. هو زي القبر المقدس، كل المعموديه زي القبر المقدس. عشان كده كمان زمان لما كان زمان الموعوظين يخشوا للمسيح فيوعظوهم وييجوا يوم ليله القيامه او يوم القيامه الصبح يعمدوهم. يعني زمان كانت المعموديه تتم في يوم القيامه. لحد النهارده في ناس يعملوا يوم شم النسيم. يعني انا واخواتي عملنا كل يوم شم النسيم. انا كنت اعرف ليه؟ بس فهمت بقى ان الولد الظاهر كان يعني عنده الحته دي مش فاهم يعني. في يوم شم النسيم ليه؟ علشان هو فعلا كلامه صح، بس بعد ما اخرش المعموديه. لكن اذا كان ينفع يبقى كويس، لان هو يوم القيامه هو رمز، المعموديه رمز لايه؟ للقيامه. فهنا الكنيسه الروح القدس في السبع اسرار. اول سر الولاده الجديده. ثاني سر الميرون التثبيت. ثالث سر التوبه الاعتراف مغفره الخطايا. رابع سر التناول الغذاء. مسحه المرضى الشفاء. الزيجه الواحده الكهنوت الايه؟ السلطان الكاسي. هذه سبعة ايه؟ سبعة المصابيح. عايز يقول ايه؟ ان البرق والبروق والرعد والاصوات كل ده هيجي من خلال الروح القدس الساكن فينا من خلال السبعة اسرار الى امام العرش. يعني كل ده في ايه؟ في فكر الله منذ ايه؟ منذ البدايه. طب يجي بعد كده يقول ايه؟ وقدام العرش بحر زجاج شبه البرلوج. فهمنا؟ بعد السبع مصابيح رمز لارواح الله، سبع اسرار، بعد في ايه؟ في بحر.
زجاج شبه، بص هو برضه مش عارف يحدد بس يعني شكل كده شكل البلوف. وفي وسط العرش وحول العرش اربعه حيوانات مملوءه عيونا من قدام ومن وراء. لو عايزين اخر ايه دي ايه عايزين كمان نكمل حسب وقتكم حسب ما تعبتوا. ما دام في سبع ارواح يبقى لازم يكون هناك بحر زجاج شبه البلوف. ليه؟ البحر رمز الايه؟ قلت اكتر مره البحر رمز الايه؟ العالم. خد بالكم في كده حاجات كده كلمات افتكروها زي فلان خالص بتاع فلان صغير. البحر رمز العالم يعني زي ما البحر متقلب ها؟ الايه؟ العالم متقلب. حتى في الترنيمه نقول ايه؟ وسط البحر ايه؟ الهالك. وانا عايش في الفلك انا عايش طول ما انا عايش في الفلك الكنيسه انا البحر بره متعب بيتقلب انا ما بحسش بحاجه. بحر زجاج بلور يعني ايه؟ يعني زجاج زجاج يعني ايه؟ يعني ميته زي الزجاج نقي. يعني البحر ده اللي قدام العرش اللي قدام سبعه ارواح منتقده هو زي البحر العالم لكن بحر مختلف عن العالم. ميته ايه؟ زجاج ابيض نقي هادي. عايز يقول ايه؟ عايز يقول طول ما انت في العالم ومليان بالروح القدس وبالاسرار وشايف المنظر ده قدام عينك هنا اهو انت في العالم لكنك انت ايه؟ مش في العالم. انت في العالم بتشتغل وتكسب وتجدح ربنا قال كده لكن انت ايه؟ مش حاسس انك بتتعب ولا تجدح ولا تتعب. في تجارب في بروق في رعود في اصوات لكن انت ايه؟ فرحان. ليه فرحان؟ لان انت مع المسيح. يوسف يقول انا 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 احيا في المسيح في العالم وان مت وربح. ليه الحقيقه المسيح موت وربح؟ انا في المسيح عايش. طب يا حبيبي ده في اثنين في كنيسه واحده. واحد قاعد شايل طاقم سته فوق نافوخ ويخش ويخرج اوف 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 مشاكل 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 لا ما حصلش بس المشاكل ما تتعبكش قوي كده لا انت لو حصل لك حاجه قد كده بتتلخبط وتتعب وتقول لا ما تجيش الكنيسه وعملت الكنيسه عملوا ايه ربنا عمل ايه؟ واحد تاني داون ده عنده امراض الدنيا كلها ويخرج من العمليه يخش عليه كان في واحد لسه بيكلمني مش من هنا من البلد الثانيه رجعي ما شفتش حد زي هذا الانسان على اتصال بيه باستمرار بيعطيني تعزيه غير عاديه. يكلمني في امور غير امور التعب. ايه يا ابني؟ لسه بقول له ساعتها قبل كده انا عملت اشعاع تاني وعندي ورم تالت، تالت عمليه اعملها في دماغي، تالت عمليه وتلاته، تلات امراض اربع مرات. قلت له يا ابني طب انت؟ قال لا 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 انا اتعودت ما فيش حاجه وخلاص وسكي وانا عارف ربنا. خير امور تانية خالص، الموضوع حتى ما عملش. خلاص سايب نفسه. لا شوف ناس كده ماشيه مع ربنا بسلام وطمانينه وناس تانيه لو بس عربيته اتخدشت وليه كده؟ وليه ازاي؟ وده مش مال ده مال انا تعبت في يا ابني بالراحه بس على نفسك انت لو ولا الموضوع يستاهل خالص. يعني عايزين نتعلم ازاي؟ وده بقى كمان الغزل اللي هنقوله يوم الاحد الجاي برضه في الصيام عايزين نتعود السلام الكامل طمانينه. شوف هنا يقول لك ايه؟ بحر زجاج مظروف يا ترى احنا عايشين في العالم بحر زجاج مظروف ولا بحر زوجك ايه؟ ولا بحر هايج. ما هو البحر هايج هايج. خلي بالك هو الله ما منعش هياج البحر لكن عرفنا ازاي ايه؟ نسبح في البحر. زي نعوم عايزين نخلي البحر هادي بايه؟ بالاسرار السبعه. لما النهارده نيجي نحضر سر المعموديه نهدى نفتكر معموديتنا وضمر واخواتنا خالص. لما نفتكر زيت التثبيت اللي اخذه النهارده ماسيو هنا ماسيو احنا خدنا زيت التثبيت ده في كنيسة المقدس لما ماسيو يجي يلف ثلاث مرات في الكنيسه ها يقول احنا كنا ايقونه القيامه يا ترى النهارده ايه؟ يا ترى النهارده مفرح منتصر ولا النهارده انا بعد ما خدت كل ده انا قاعد كده يعني عامل زي ما اكون بحر هيك هيك هيجان غير عادي لا لا هو نفس الفكره السلام الطمانينه لانك انت اخذت سلام من اول ما الملائكه قالت المجد لله في الاعلى والسلام من الناس ايه؟ من الناس النصارى. هو نفسه شوف اول بدايه المسيح على الارض كانت سلام ونهايه المسيح على الارض سلام. شوف المسيح يقول ايه؟ اخر بالايه دي لو عايزين كفايه كده كفايه كده. شوفوا ايه المسيح ايه؟ اول ايه المسيح ايه؟ المجد لله في الاعلى والسلام من الناس النصارى. واخر ايه اخر ايه قالها قبل الصعود تقريبا يعني قبل ايامه اللي على الارض صغيره ليه؟ سلامي اترك لكم سلامي انا ايه اعطيكم ايه كمل كده ليس كما يعطي العالم ايه
أعطينا. لا تضرب كلكم ولا إيه؟ شبه تنزع. ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم، العالم يعطيكم إيه؟ هات لي كده واحد العالم أعطاه سلام أكتر من 3 أو 4 سنين. هات لي واحد مش هقول لك 20 سنة. هات لي واحد العالم أعطاه سلام أكتر منه. هو الكلام كده. اثبت في العالم، امسك في العالم وتضرب وتخاف. الفلوس راحت فين؟ والسلك راح فين؟ وصرفت قد ايه؟ وعملت قد ايه؟ انا مش بقول لك ما تهتمش بامور العالم، لكن ما تبقاش الهدف. مش الهدف، لكن امسك في المسيح واشتغل واعمل واعمل عليك، تلاقي نفسك متعزي ومبسوط. المسيح بيخليك ترتفع فوق الايه؟ الماديه. تقول سلامي اترك لكم، سلام انا اعطيكم. اللي يمسك في سلام الله ها؟ يفوق سلام كل عقل. سلام الله سلام يرتبط بالله. سلام العالم يرتبط بالعالم، والعالم متغير والله غير متغير. العالم بالظروف، لكن الله ما عندوش ظروف، الله ثابت. سلام العالم متغير على حسب زي ما انت واحد تتسند عليه. النهارده بعد الثورتين بتوع مصر والثورات بتاع الربيع العربي ده، شوفوا الناس اللي كانوا مطمئنين على ايه؟ على الرؤساء المستندين عليهم، راحوا فين؟ لكن مثال على ربنا بيحكم ضميره مش صح. سلام العالم مرتبط. شوف في ايوب وفي داوود. شوف داوود عنده كل ما ممكن من بني ادم، ان هو ملك كان اعظم ملوك الارض، واولاده سليمان والحكمه. أول ما بدأ يتهز في الخطية بدأ يفقد سلام الله. شوف المزامير اللي قالها، فقد سلام الله. طبعا رجع تاني بالدور. شوف أيوب فقد كل شيء وثبت إيمانه في الله. شوف بعد ما داود حصل له كل اللي حصل له ده، يجي في الآخر بقى تقول له إيه؟ يا أخي كفاية بقى. ها؟ بارك وموت بقى، يلا بقى روح بقى بسلام بقى، خلاص تعبت مني، ما أنت السبب في كل ده. ربنا بليك وبلين. كفايه كده. واصحابه قالوا نفس الكلام. قال لها ايه يعني؟ بيقول عليها محموله مجنونه. ها؟ تتكلمين كالجاهلات. الخير الارض من الرب والشر من الارض. تتكلمين كالجاهلات. شوف ليه؟ لان مش مرتبط بالعالم. مش مرتبط بالعالم. بحر زجاج شبه طلور. كلمه انا اغسطينوس كبيره جدا. جلست على قمة العالم عندما أصبحت لا شيء أشتهيه من العالم. أصبحت على قمة ولا أخاف من شيء. أصبحت على قمة العالم عندما أصبحت لا أخاف شيئا من العالم ولا أشتهي شيئا في العالم. أصبحت في قمة العالم. يعني تعال النهارده شوف مين المبسوط في العالم، مين اللي حاسس إن العالم بحر بالنور. مين اللي مش مخه حاجة في العالم؟ تيجي بركة، ما تجيش أنا عايش كويس باكل وأشرب كويس مع جوزي وزوجتي وولادي في سلام. لكن هو بقى بيدبرس بقى ويتعب، ده بقى مضطرب في البحر مضطرب. يعني الآية دي بس اللي شافه يوحنا ده عايز يقول لنا قد إيه العالم ده يعطي بس اضطراب. يعني إن شاء الله هنكمل المرة الجاية. ربنا يديكم بركة ونعمة.